صباحو، أهلا وسهلا أصدقائي، حياكم في قناتي اللي نتكلم فيها عن النباتات اللي في بيتي بدون شمس. جو بيتي بارد ناشف، واعتمد اعتماد أساسي على إضاءة البيت، وعندي شوية جرو لايت أماكن قليلة. لكن خلينا نشوف، اليوم نتكلم عن نبات الشفليرة. تابعوني. من النباتات الجميلة الشفليرة، أحبها وايد صراحة، وهذه أم الخير. هذه يعني تقريبا من 2016 تقريبا عندي، وكانت صغيرة ومنها تعلمت شلون أهتم بالشفليرة. طبعا عانت وياي من زيادة السقي، وعانت معاي من نقص السقي، وطبعا أنا ما عندي شمس فما عندها معاناة مع الضوء، لكن كل معاناتها كانت من السقي. لين قالت لي خليني بدون ماي والله راح أعطيك. فقلت نعم، تبين نشوف عن التربة؟ ليش ما قلتيني؟ فنشفت تربتها وقلت لها خلاص تم، ابشري لك تشربين بالشهر مره، ايش رايك؟ راح تقول لي واو، بالشهر مره، كل واحد بالشهر تشرب ونشوف النمو. كانت صغيرة ومتبهذلة. كبرت 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 كبرت، كانت أكثر من العصاية. شوف الحين هذا كله فوق العصاية، تقريبا هذا قد العصاية، يعني مرتين، يعني مرة ومرة. زين، وتابعت فيديوهات للأمانة، شفت ناس تهتم وتربي الشفليرة في البيت. قاعد ادور الفيديوهات على نفس جوي، على نفس جو بيتي اللي ما عندهم شمس، شنو وضعهم، شنو وضع الشفليرة عندهم. كانوا يقولون، يعني هم ما قالوا وايد، لكن انه يقولون تستحمل اضاءة البيت، ما قالوا بدون شمس، قالوا تستحمل اضاءة البيت. تستحمل اضاءة البيت. جو بيتي ولا شوفان والرطوبة؟ لا 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 لا، على جو البيت، شنو ما كان جو بيتكم راح تستحمل، وتستحمل إضاءة البيت. على قولتهم لو لايت، إضاءة قليلة، إضاءة ما أدري، هذا جو بيتي. أوكي، فشفت شلون يهتمون، ما قالوا شيء يعني زيادة. أنا أوريدي كنت عارفة إن هي تحب نشفان التربة، ولشنها في جو بيتي اللي ما في شمس، فما في شمس وايد، ماكو شيء يخليها تمتص الضوء وايد، فما تبي ماي. اعطيها ماي مره واحده وهي راح تشربه وتنشفه، وما راح تحتاج مره ثانيه، لان لو برا مثلا تصقعها الشمس يلعب فيها الهواء وتتنشف تربتها من الهواء ومن الشمس، كان ما يخالف نسقيها وايد. بس هي داخل في البيت ما عندها اي شيء غير إضاءة البيت وبرودة الجو، فما تنشف تربتها بسرعة. هي تستحمل بدون ماي مدة شهر. لا، احنا مساقينها، احنا عطيناها ماي أول الشهر، فتشربها مدة شهر كامل، نلاقيها بعدين بتاريخ واحد الشهر الجديد نلاقي تربتها ناشفة، ونصب لها ماي، وتاريخ واحد الشهر الجاي نلاقي تربتها ناشفة. مو كذي، انا اكثر شيء شجعني بالفيديوهات اللي شفتها عن الشفليره، يقولون انها هي تطلع اربع. شفتوا هذيل؟ يقول هي اربعه اذا انت مزارع مبتدئ، اذا انت جو بيتك مناسب تطلع سته، اذا انت واو بالشفليره. فانا كم وحده مطلعه؟ تعدون؟ دن 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 دن، ثمانية. شو رأيكم؟
ايش رايكم بس؟ كلها ما شاء الله كذي، كلها جميلة، كلها بهذا الشكل، كل غصن فيه 8 8 8 8 8، نقول لا إله إلا الله، قل أعوذ برب الفلق، ما شاء الله تبارك الله، نقول نذكر الله، نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. النبتة من عقب كل هالشقة اللي أنا وياها عشنا صارت ممتازة، نحن بحوضها، ما غيرت التور، ما غيرت لها ولا شيء ولا شيء على حوضها مال المشتل، على كله من 2016 تقريبا، أقول بمعاناة أنا وياها فزنا بهذا الشيء. نشوف واحدة ثانية. طبعا أختكم إذا صار معاها شيء ممتاز، عاشت صح، عاشت عاشت، يلا يلا يلا، كان أجيب الثانية نشوف ميزتها. دائرية، ماخذة دائري، مو نفس هذي كذي، لا هذه بشكل مستقيم، الحوض، العصاية قصدي الساق مالها، وهذيلا كله بشكل دائري على قد بعض، ماكو شي طالع، ماكو بروز، ماكو مني، ماكو مناك، كاهو الحوض يعني مو كبيرة نفس هذيك، بس جميلة صح. ونفس القصة هذه، ما أدري والله يعني، بس أنا متذكرة هذيك لأن حابتها وايد، لأنها عاشت وعانت معي وايد، بس هذه نشوف فيها أصدقائي، خواتي، إخواني، أصدقائي، نشوف النموات ونشوف الشكل، نشوف الشكل شلون دائري سبحان الله، ونشوف هنعد مع بعض 2 4 6 7، قاعدة تتوجه للأفضل، قاعدة تصير أنا ممتازة، نشوفها حلوة، كثرت منها، ما راح أحط لكم كلهم طبعا، كثرت وحبيتها وعرفت، وعندي منهم وايد، في عندي الحين وريتكم 3، وبعد في هذه، وفي 2 من هالنوع، ايه في نوع ثاني، نشوف هذه حتى شوية يعني قاعدة تميل، شيخ نشوف ويه هذا قاعد تميل على الإضاءة، وهني ويه هني ظهرها فاضي لأن ما في إضاءة، وهي مميلة حتى بعصايتها شلون كذي، شفي كذي، فنشوفها رايحة بهذا الاتجاه تبي الضوء، وهذا ظهرها على الطوفة، فهي كذي متسندة على الطوفة، وهذا ويها، ونشوف النمو، وقاعدين يطلعون الصغار، ومتروس لفوق هذا، معليش ولدي يعني بعز التصوير. ففي نوع ثاني شفنا هذه الشفليرة الخضراء الجميلة الحلوة، ففي نوع ثاني شفليرة لكن مبرقشة، variegated على قولتهم، هم خذيت منها كم واحدة، عندي 3 منها variegated، والvariegated يعني ما أميل للvariegated وايد، لأن الvariegated معناته يبي إضاءة أكثر، وأكبر دليل إنها تبي إضاءة أكثر طلع الساق شطولة قاعد تدور الضوء، تبي إضاءة أكثر لأن هي فيها أبيض، لو أخضر نفس هذيج ما عندها مشكلة تكتفي بأي إضاءة موجودة، لكن اللي فيها أبيض راح تحتاج إضاءة أكثر، وأنا هذا الشيء مو متوفر عندي في بيتي، لكن عاشت. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا مو فاريجيتد، آه هذا كله كذي نشيله، بس سهل الموضوع، شفنا شيء مو طبيعي نشيله، ونركز على الطبيعي الجميل اللي موجود عندنا. جميلة صح وكل شيء، لكن مو فل، مو متروسة نفس الخضرة اللي توم ساعة اللي عاشت وصبرت معاي، بس حتى هذيلا نشوف اليدد كم واحدة فيها، 2 4 7،
يا ربي لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. لا 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 لحظة، لا تستانسين وايد عايشة هاهي. هي بس كبري كبري صارت ثلاث. اوكي نشوف الكبيرة جميلة وحلوة نايس مثل ما قلت لكم. طبعا لان هي محتاجة حق اضاءة اكثر، فانا حاطتها فوق صوب اضاءة البيت اقرب. انزين والسقي عندنا شوفان التربة التام بأسفل الحوض، إن أنا أشيل حوض الديكور وأصب ماي تحت، أشيل حوض المشتل وأصب لها ماي أسفل الحوض بالربع الأخير هالكثر، إنزين وأخليها تقعد تشرب بمكانها على راحتها ونشوفها. عجبتني فاريجيتد وكان سعرها ممتاز، فخذيت منها كمية ويعيشون والحمد لله زينين. عايشة جذرتي ايه. انا اوريكم وعندي فيديو راح احط اللينك ماله مال التجدير. لما تشوف شيء حلو وتحبه ويترسك سرور وبهجة تسكت. أكثر تجدير حبيته بحياتي. لا سوري مو بحياتي، أكثر تجدير حبيته بنباتاتي كلها. جذرت وايد وكبرت، حتى المونستيرا سويت لها تجدير وكبرت، بس فرحتي بهذه أكثر من كل تجدير سويته. جميلة جدا وناطرة إن هي تطلع جذور من تحت عشان أنقلها بحوض أكبر. قلت لكم راح أحط لكم فيديو مال اللينك مال الفيديو اللي سويت فيه تجدير حقها تحت. جميلة جدا ولأنها بحوض فخار وصغير. لانها بحوض فخار وصغير فاسقيها كل يوم يمعة، اصب لها ماي لين يقطر من تحت، اخاف عليها حبيبتي جميله. زين عايشه تستانسين وايد، سولفي قولي ايش سويتي والمبرقشه جذرتي ولا لا. وبحط الفيديو مال التجديد شلون قصيت وشلون حطيت، وفي متابعة بعد نفس الفكرة. قاعد يمد هذا يدور على ضوء لأنها مبرقشة. انطرتها لين جذرت لين طلعت ورق جديد، والورق الجديد هي طلعت هذه للأمانة ورقة جديدة. كان أقول أوكي ورقة وجذور ماي تربة، نقلتها حق تربة كانت تطلع هذيلة. طلعت الثانية وطلعت شوف له صغيرونة كوجي 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 وحتى على جنب على جنب، وهذيلة اللي يدد وهذه واحدة توها قاعدة تطلع يلا. المبرقشة جذرتها وقبلها جذرت هذه، نجحت تجربة هذه عشان أسوي هذه والحمد لله اثنيناتهم ناجحين. أتمنى هذه إن هي تكبر وتصير نفس هذه، واثنيناتهم يطلعون الدور من تحت عشان أثق إنهم شدوا حيلهم. راح أنقلهم بعدين حق أحواض أكبر وأحطهم مع أمهاتهم. وكذي شفنا فيديو شرح عن نبات الشفليرة، رعاية واهتمام وتجدير في بيتي بدون شمس على جو البيت. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ويوم سعيد. باي باي.